ما فيش شك إن السياحة حاليا في مصر الفترة دي الحمد لله بتشهد رواج كبير وبتشهد نشاط كمان كبير. فالسياحة لما نيجي نتكلم عنها على طول يرتبط في دماغك الآثار المصرية، ومما لا شك فيه إن الدولة الفترة الحالية بتهتم بشكل كبير جدا بالآثار، وفي أعمال ترميم كبيرة جدا موجودة في العديد من المناطق، موجودة في الأقصر وفي أسوان وفي القاهرة وفي أماكن مختلفة. ده غير الاكتشافات الأثرية اللي احنا بنكتشفها كل فترة. كمان في أفكار مبتكرة بدأنا كده نشتغل عليها في الترويج للسياحة أو للأثار بتاعتنا بشكل أكبر بكتير من قبل كده. بقت الناس بتتفرج على اللي احنا بنعمله دلوقتي وعلى الفيديوهات اللي بقت في منتهى الجمال والروعة، وبقت بتنبهر إن ده شكل مصر عندنا. في ناس لحد النهاردة ما شافتش جمال مصر عامل إزاي. ومن الحاجات الجميلة جدا واللي المفروض نهتم بيها ونتكلم عنها كتير، ان شاء الله في افتتاح المتحف الكبير هيكون في معرض توت عنخ آمون التفاعلي. والحقيقة ان المعرض ده ليه رواج كبير جدا في جولته العالمية اللي حققت نجاح باهر من خلال الزوار اللي كسروا الدنيا، سواء لما قلنا قبل كده في فرنسا كانوا تخطوا 1,000,000 زائر، ولما كان في اسبانيا تخطوا 300,000 زائر. فده بيدل على انه ناجح وكبير جدا، وهو ان شاء الله يبقى عندنا في الافتتاح بتاع المتحف الكبير. فخلينا نعرف تفاصيل اكتر كده ونتكلم اكتر عن السياحه والاثار المصريه من الاستاذ مجدي شاكر الخبير الاثري. صباح الفل. حياتي استاذ داليا، بحيي حضرتك وبشكر حضرتك على اللقاء، والاول نبارك لدوله تونس وفلسطين بانضمام، لان فلسطين امبارح يعني في موقع تراثي اللي هو اريحه تل السلطان وجزيره جربه في تونس انضموا لقائمه التراث العالمي. فدي شيء بنبارك للدولتين دول، لان انضمام يعني دي التراث بقى شيء مهم جدا. طبعا تاني حاجه ما اقدرش طبعا ابقى موجود مع حضرتك غير لما اتكلم عن كشف افروديت، وانت جميله زي افروديت. فامبارح اكتشفوا معبد لافروديت في اسكندريه في عند ساحل ابو قير، دي بعثه مصريه فرنسيه مشتركه، واكتشفوا مدينه اللي طبعا هي مدينه مكتشفه من سنه 2000، المدينه دي من القرن الخامس قبل الميلاد، دي قبل الاسكندريه. انا معروف الاسكندر معمل الاسكندريه عمل في القرن الثالث قبل الميلاد، فده بيقول ان احنا بلد اقدم من كده بكتير، لان ناس كتير جدا دايما تقول ان القاهره اللي عملها جوهر الصقلي، وكانت القاهره موجوده قبل جوهر الصقلي، وكانت اسكندريه كانت مدينه موجوده في قبل طبعا قبل الاسكندر الاكبر. لما لقوا المعبد لقوا معبد لافروديت، ولقوا معبد لامون، لقوا اواني نذريه، لقوا حلي، لقوا اقراط من الذهب معمول على هيئه الاسد، لقوا كمان اواني اطباق كانت بتستخدم في الطقوس الجنائزيه من الفضه، لقوا يعني مجموعه كبيره جدا من الاثار دلت على شيء فبيدل عن اسكندريه كانت مدينه كوزموبوليتان، لانه لقوا بعض الاواني مستورده من اليونان، وكان معنى كده ان كان في معبد يوناني وكانت في ناس يونانيين قاعدين، لان هذه المنطقه كانت منطقه تجاريه جدا وكانت من اهم المواني على البحر المتوسط، فضلت من القرن السادس قبل الميلاد لغايه القرن الثامن. طب حضرتك ايه اللي حصل لهذه المدينه والاسكندريه اللي اشتهرت؟ لان كانت منطقه الساحل الشمالي حصل فيها حوالي 13 زلزال، كان اخرهم الزلزال اللي دمر لنا مضله اسكندريه في القرن 13. وبالتالي ان احنا نجد هذا الكشف المهم، وحضرتك اكيد من اسبوعين فاكره الكشف بتاع العالمين لما لقوا احد السفن الغارقه، وسنه 2022 لما احد البعثات لقى ما تسمى يعني ببدايه قبر كليوباترا. فده كل ده بيؤكد ان احنا الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي بنفتخر ان عندنا اثار فوق الارض واثار تحت الارض واثار كمان تحت الميه، ففي كل جزء فيه بنجد هذا التاريخ وهذا الزخم. المعرض اللي حضرتك بتذكريه معرض لتوت، واذا قلنا توت احنا ثانية عندنا ثانية يعني براند. ثانية واحدة، دي فرصة اسألك سؤال. اتفضلي يا فندم اتفضلي. الحقيقة ان معرض توت عنخ آمون التفاعلي من المعارض الجميلة ومختلفة طبعًا، لان هي تجربة بتخليك تعيش الموضوع كأنك جواه، بتسمع وتشوف موسيقى تصويرية فرحلة كده في التاريخ. عايزة اعرف تخيلك كده للمعرض ده ان شاء الله لما يجي عندنا في مصر. احنا عندنا اصلا معرض من المعارض دي قبل كده؟ والله اول مره، يعني احنا في اطار التسويق للمتحف المصري كان لابد نفعل ده. هو المعرض سنه 2022 كان موجود في اسبانيا، وهي شركه اسبانيه اللي عاملاه، وحقق نسبه زي ما حضرتك اشرت اكتر من 300,000 زائر. فنتمنى في 2019 كان في باريس بالظبط، نتمنى بقى يبقى عندنا حاجه مصر من اي تو زد طبعا، ومهم وان شركه اسبانيه وان احنا نستعين بالخبرات شيء مهم، لكن احنا عندنا البراند اللي هو اسم توت، وعندنا اعتقد الشباب عندنا شباب شاطرين جدا. فلماذا نقرره مع خوف ونقرره مع رمسيس الثاني ويبقى عندنا نفس هذا الموضوع نقرره في ملوك يعني ملوك اخرين؟ لكن المعرض في حد ذاته هيستخدم احدث وسائل العرض التكنولوجي بدرجه 360 درجه، هيدخلك في التاريخ كانك رجعت 3,400 سنه. كاننا بنشوف توت وهو يعني هو عايش، وهو بيتجول بالعربيه بتاعته، وهو بيلتدي الملابس بتاعته، فهو عايشنا
لطفل، لان معروفه حتى هيبقى جاذب لان توت مسك الحكم وعنده 9 سنوات. صحيح. فتخيل حضرتك حتى يجذب فكره الاطفال، لان احنا في اثار توت لقينا العاب، لقينا اللعب بتاعته، لقينا السكارف بتاعه، لقينا الملابس بتاعته، لقينا الناي اللي كان بيستعمله البوق اللي هو الفضه والذهب. فتخيل حضرتك هيبقى مهم جدا للشباب ومهم كل جدا ده كان للأطفال. في المقبره بتاعته بالظبط. فهو هيعمل لنا ريكونستراكشن للمقبره للاساس الجنزي، بس كله عن طريق الوسائل السمعيه، بجانب ان هو هيعرض كمان عندنا حاجه مهمه جدا، موسيقى، لان هيرجع لنا الموسيقى المصريه القديمه. وحضرتك اكيد فاكره لما عرضناها في نقل المواد المملكيه طبعا. كان شيء مذهل، ويعني سمعنا كاننا بنسمع موسيقى من السماء. بجانب انه كمان هيعمل حاجه واسع جدا في اوبرا، اللي هي اوبرا ايطاليا، اوبرا نابولي، دي اوبرا مشهوره جدا. في نفس الاطار هتعرض لنا قدام الهرم، هتعرض اوبرا، ودي اول مره تحصل. فاعتقد الحدثين دول هيبقوا مهمين جدا، اولا للترويج للمتحف المصري. صحيح. ان الترويج بطريقه حديثه، وندعو كل المصريين يا فرصه عن طريق ان ممكن دلوقتي يحجزوا اونلاين، ففرصه لكل المصريين في شهر نوفمبر، في 4 نوفمبر بذكرى مرور 101 سنه على اكتشاف مقبره توت. ندعو كل المصريين، وزي ما حضر في اسبانيا، يعني هما كده كده جايين في شهر نوفمبر، لان بمناسبه يعني بمناسبه 101 واحد سنه، ففرصه ان احنا كلنا نفس الشهر اللي اكتشف فيه المقبره، ففرصه ان احنا نحضر ونشوف هذا الزخم، ونعرف توت، ونتعرف عليه ملك مصري، ونشوف الاثار بتاعته، لان ان شاء الله في بدايه العام القادم هيفتتح المصري المتحف المصري، وهنقدر عن طريق قاعتين للملك توت هنشوف كل حياه الملك توت، ونشوف تجربه اعتقد انها تبقى تجربه فريده، يعني التفاعلي، يعني لان عارف حضرتك الشباب، الناس هتتفاعل، الشباب عايزين حاجه تكنولوجيا. صح. استعمل الليزر والهيليوجرام و3D. طيب. فمهم. اسالك سؤال بقى، استخدام فضل. التكنولوجيا ان احنا ندخلها في حاجه تاريخيه واثريه، مهم ليه بقى؟ يمكن السيد الرئيس كان من حوالي 4 شهور كان عامل اجتماع وقال لهم انا عايز احدث وسائل العرض التكنولوجي في المتحف، لان حضرتك المتاحف دلوقتي بقى لا يقتصر دورها على مجرد ان احنا يعني نروح نتفرج على الاثار وخلاص. ممكن نعمل فيها عروض فنيه. امبارح كان متحف الحضاره كان عامل عرض الاضاءه بتاعته علشان اليوم العالمي للمرض. فالمتاحف دلوقتي بقى لها دور تفاعلي مع المجتمع، يعني بقى لها دور مجتمعي، يعني دلوقتي المتاحف بقى تهتم بالاحداث سواء الفنيه او الاحداث العالميه، وبالتالي بقى ده دور عرض المتحف، وبالتالي استعمال وسائل العرض التكنولوجي. يعني اصلا اللي ما تعرفيش ان في توت في قاعتين، القاعتين دول يوازوا المتحف المصري الموجود في التحرير. القاعه الاولى هيعرض فيها كل يوازوا الأسرار. بالظبط. حجمهم المتحف اللي هو موجود ده حجم كبير جدا طبعا. القاعه الاولى هتبقى هيعدي، لان احنا هنتكلم عن 5398 قطعة. في جزء أثناء حياة، وفي جزء في العالم الآخر. فمثلا العربيات، الست عربيات الحربية، الناي اللي كان بيستعمله البوق، عندنا الملابس بتاعته، الألعاب بتاعته، الأكل اللي كان موجود معاه، لأن كان معاه أكل. كان معاه زهور وبط ودوم وسهرة الخشخاش، كان موجود حاجات. فهناخد كل الآثار اللي جاية كانت بيستعملها أثناء الدنيا. والجزء الثاني هنزور فيه الآثار المعروضة في العالم الآخر. طيب هنكتفي بكده؟ لا، ده هو هيعمل لك ريكونستكشن للمقبره، بحيث وانت داخله القاعه كانك مقبره ساعه الاكتشاف، يعني ساعه مقارنه. كان انا داخله المقبره 1922. هيوريك، لان المقبره صغيره جدا، فكان الاثار دي كلها مقدسه في بعض، فهو هيديك الفكره عن الاثار دي كانت موجوده ازاي وهي مفككه، وبعدين يوريها لك بعدات التركيب مع الموسيقى. اعتقد لان حظ توت كان ايامها كان بدايه، كان في صور، كان بدايه اختراع الفيديوهات، ان كان في تصوير، وبالتالي احنا عندنا فرصه خياليه. وبعدين الراجل كان مهم جدا كارتر، ان جاب مصور امريكي تبع متحف المتروبوليتان صور اكتر من 5000 صور. فاحنا الصور دي اذا اتجمعت اعتقد هيبقى عندنا فيلم اكتر من رائع. فاحنا داخلين على عرض متحفي ان شاء الله في المتحف المصري الكبير، يعني هنقول لكل متاحف الدنيا اركنوا على جنب. طيب انا دايما بيجيلي سؤال تحديدا عن الملك توت عنخ امون، لان بيبقى فيه اهتمام كبير جدا، ببقى مستغربه ان الاجانب بره في الدول الاوروبيه او ايا كان مهتمين جدا بتاريخ طبعاً. لا فعلا يعني حقيقة. قاريين قصته كويس جدا وعارفين تفاصيله، ان هو في سن 9 سنين ومات وعنده 19 سنه، يعني عارفين تفاصيله كويس قوي. والله استاذ داليا، بس مش توت، هم درسين التاريخ كله، ويمكن افلاطون، انت عارف افلاطون، انت مش عارف ادب ولا علم زينا، كان راجل بتاع فلسفه، قال ما من علم اخذناه الا اخذناه من مصر، يعني فيش علم في الدنيا الا متاخد من هذا البلد. فهم كانوا مدركين قوي، لذلك دايما الاسكندر لما جه فتح اليونان وفتح الصين، فتح كل بلاد الدنيا. ما فرحش غير في مصر. ليه؟ لانه كان دايما ارسطو اللي هو المدرس بتاعه كان دايما يقول له مصر، ان مصر هي بدايه الدين، بدايه الزراعه، بدايه الصناعه، بدايه العسكريه، فبالتالي كان مهم. فهم قاريين تاريخ كويس جدا جدا، لذلك انت شفت معرض رمسيس بتاعنا لما اتعمل في باريس اليومين دول. مكسر الدنيا برضه. ده يا فندم، ده هو رايح استراليا بعد شهرين في نوفمبر. بقى لهم 3 اشهر يعملوا بنرات، يعني استراليا كانها بتستعد لعرس. وبالتالي ليه؟ لان الدول دي قاريين كويس جدا وعارفين الحضاره بتاعتهم، لذلك نتمنى تاريخنا يعاد كتابته مرة أخرى للطلاب. هو تاريخنا صح،
لكن ندرسه بطريقه اسهل وبطريقه ابسط احلى دراما دراما كمان زدني. يعني نتمنى الدراما تشتغل. انا عارف حضرتك لو انت عملت فيلم واحد او مسلسل نفسي مسلسل الاختيار اللي اتعمل منه جزئين او ثلاثه نفسي نرجعه ورا شويه، نرجعه لاحمس ونرجعه لرمسيس ونرجعه لتوت ونرجعه لمينا عشان ولادنا يعرفهم، لان لما اتعرض فيلم الممر واكيد حضرتك شفتيه غير عنا مفهوم عن مرحله احنا اتهزمنا وكانت مرحله صعبه، عرفنا ان احنا في عز الانكسار كنا اقوياء قوي. فتخيل حضرتك لو انا عملت فيلم زي الممر او مسلسل الاختيار ومثلته يعني بناس عالميين والله هننجح وهننافس، لان مجرد يرتدوا الملابس المصريه القديمه انت كده سوقت لنفسك. احنا عندنا احد الافلام السنه دي مساهم في الاوسكار، نتمنى بقى نشتغل على انت عند حضرتك تيمه مش موجوده في كل الدنيا، عندك الحضاره المصريه مش بس المصريه، عندك الحضاره القبطيه والاسلاميه واليونانيه والرومانيه. فبالتالي انا بزعل جدا استاذه داليا لما نقول لك ايه اليونان العثمانيين المماليك، ما نفسي نغير المناهج بتاعتنا ما نقولش الحكم المملوكي والحكم العثماني، لان دول الناس دول هنا موجودين في مصر. مفيش دوله في الدنيا في تاريخ اوروبا اجيت حاجه سافرتي يسمي فتره من حكمه باسم المحتل. يعني هناك يسموها عصر الباروك، عصر العصور الوسطى، عصر الروكوكو، انما انا اقول ليه اقول الحكم العثماني؟ الدوله العثمانيه بالظبط. ايه الدوله العثمانيه؟ ايه الدوله المملوكيه؟ صح. اتمنى نعيد، احنا مثلا في مصر القديمه في التاريخ الفرعوني نقول عصر بناه الاهرام الدوله القديمه، عصر الامبراطوريه في الدوله الحديثه. طب انا ليه اقول اليونان والرومان؟ هم اليونان والرومان دول كانوا موجودين، انما كانت طبيعه حكمهم فقط، انما كان كل مظاهر الحياه في مصر كانت مصريه. المماليك يا فندم المماليك ده جولنا اطفال، يعني كبروا وتربوا وخدوا اخلاق وعادات هذا البلد. العثمانيين 700 سنه خدوا كل حضارتنا وخدوا كل تاريخنا ويمكن كان سبب في تاخرنا. فلماذا لا تغير مناهج التاريخ ان يكون مصر بس؟ يعني حتى نسميها زي اوروبا كده باهم المظاهر الفنيه اللي موجوده في هذا العصر. وبالتالي توت انت عندك براند نفسي نستغله في اسم عطور او برفيوم. يعني الاسبوع اللي فات لما جاء احد المتاحف في المانيا طلع كده، كان عندنا احد المرضعات لقوا اناء، خدوا من الاناء دول بعض الحاجات وطلعوا لنا عطر نستطيع ان احنا نشمه وسموه عطر الخلود. ليه احنا ما نستغلش توت كاسم براند؟ ما نستغلش يعني اعمله براند مصري بالزبط. لحاجه معينه مش بالزبط. بس عطور اي حاجه. انت عشان تختاري اسم براند انت محتاجه تدفعي كتير جدا وبتجيبي ناس، انت مش محتاجه تجيبي حد، لانك لو قلتي خوفو ما عندناش غير خوفو في مصر، لو قلتي مثلا نفرتاري ما عندناش نفرتاري في مصر، حتى لو قلتي كليوباترا رغم ان هي يونانيه لكن الستي اتربت وعاشت. كليوباترا دي بتاعتنا بقى معلش، كليوباترا دي عندنا بالظبط. فنتمنى ان احنا نستغل موروثنا الحضاري اللي احنا بنتميز بيه عن الدنيا كلها في انتاج دراما، في انتاج براندات، في انتاج اوبرا، في انتاج افلام ومسلسلات، لان محتاجين قوي. لان عارفه حضرتك السينما التركيه والسينما اليونانيه كانت هي السبب جزء مساهم كبير جدا في نهضه السياحه. فلماذا لا تسمع السينما المصريه؟ هقول لحضرتك على حاجه، الحماس دايما بيبقى بيخلينا نتكلم طول الوقت من غير ما نشعر بحجم المسؤوليه. فعشان نمثل عمل تاريخي وقديم قوي كده دي مسؤوليه كبيره طبعا طبعا. فعلش طبعاً نتمنى ان احنا نشوف الافلام والمسلسلات لان فعلا الناس تفكيرها اتغير ورؤيتها اتغيرت. فلما بيبقى في عمل دلوقتي تاريخي الناس بتحب تتفرج عليه لان تناولنا للموضوع بقى مختلف. ولكن المهم ان احنا لما نيجي نعمل حاجه زي كده وحضرتك يعني حد زي حضرتك يبقى موجود فيه. يعني حضرتك احمس احنا من سنتين واستبشرنا خير ولكن نتيجه بعض الاخطاء توقف العمل رغم ان اتصرف عليه. فنيجي زي بيقولوا ندي العيش لخباز ونجيب مهندسين دكتور متخصصين قارئين تاريخ متخصصين، نجيب لجان لان ننتج عمل اللي بنصرف عليه، لان زي بيقولوا عندنا مثلا ضبط الشغل اهم من الشغل. فلماذا الاول نقرا كتير ونبحث كتير وندي العيش لخبازه؟ احنا قادرين والله يا فندم، عندنا في الاكاديميات سواء في كليات الفنون الجميله بيدرسوا الموضوع ده، في المسرح عندنا معاهد علميه جدا، طلاب في مشاريع التخرج بيعملوا حاجات فعلا عظيمه، يعني بيعملوا تماثيل في اماكن في مصر، المشروع تخرج ليهم بتبقى جميله وللاسف بعد كده المشاريع اللي بيحصل لها استاذ داليا بتترمي. فلماذا لا يكون في، انا مثلا كمحافظ القاهره الجا لكليه الفنون او كليه التربيه الفنيه بتاعت اللي موجوده عندي واقول لهم طوروا لي مثلا ميدان كذا، عايز اعمل مثلا اوبرا اجيب كليه التربيه الموسيقيه. يعني لماذا لا تكون الجامعات ومشاريع التخرج اللي حضرتك بتقولها وبتصرف عليها مبالغ صح وبتبقى كويسه جدا مجرد ان هو لجنه تحكيم وللاسف بتنتهي بعد ذلك. فلماذا لا يكون مشاريع التخرج للطلاب في الجامعات المصريه خاص بالحضاره المصريه؟ انا السنه دي كل مشاريع التخرج بتاعتي عايزين ننتج فيلم واحد مثلا عن الحضاره المصريه او الحضاره القبطيه او الحضاره الاسلاميه خاص بكذا، او ونجيب كليه الفنون التطبيقيه يصمموا لنا الملابس، ونجيب التربيه الرياضيه هم اللي بيعملوا استعراضات. وممكن ما تصرفيش كتير والله ولانك عندك التيمه وعندنا كليات كتير جدا جدا، لكن اسم توت اسم يعني مسمع في كل الدنيا مش بس تاريخ. توت عنخ آمون زي ما حضرتك قلت، يعني احنا عندنا اسماء كتير جدا تنفع لحاجات كتير قوي. بس بقى عايزه اخدك لسؤال مختلف. اتفضلي يا فندم. احنا عملنا متحف الحضاره
وحقق أكيد. نجاح كبير جدا أكيد. وعلى اثره جالنا سياحه عظيمه عشان تتفرج على الحدث العالمي اللي كل الناس كانت بتتفرج عليه، ولسه لحد النهارده لما تروح المتحف تلاقي دايما فيه اجانب. اكيد ايه الاختلاف ما بين متحف الحضاره والمتحف الكبير؟ مهم. ايه اللي هيعمله؟ ناس بتسال تقول كتر فلوس، بقول لهم لا. متحف الحضاره الفكره كانت موجوده من الثمانينات، وكان المفروض يتعمل مكانه في الاوبرا اللي هي في الجزيره، ومن 82. ثم بعد كده المكان لقيناه زحمه فودوه المتحف الحضاره، ودوه في هذا المكان. متحف الحضاره بيستعرض تاريخ مصر من 35,000 سنه قبل الميلاد. يعني حضرتك اول ما تخش متحف الحضاره هتلاقي هيكل اسمه انسان نظله خاطر، دي تاريخه مش انا اللي ارخته، ده العلماء، 35,000 سنه قبل الميلاد. حتى محمود مختار اللي هو عصر الحديث. يعني حضرتك بيستعرض تاريخ مصر من بدايتها لغايه النسيج في مصر، اخر كسوه للكعبه هتلاقيها سنه حاجه و60 موجوده في هذا المكان. اما المتحف المصري الكبير فده بيستعرض تاريخ مصر حتى العصر اليوناني الروماني فقط. يعني من قبل الميلاد لغايه 600 ميلاديه فقط. يعني كل واحد حقبه مختص. زمنيه مختلفه. المتحف الحضاره بيستعرض تاريخ الناس، تاريخ العامل، مش هتلاقي فيه تماثيل ضخمه. تاريخ ازاي الصناعيه، الفلاح كان بيشتغل ازاي؟ صحيح. الصناعي كان بيشتغل ازاي؟ مش الست المكياج بتاعها البسيط ازاي؟ متحف الحضاره لا، بيستعرض تاريخ الملوكيه والالهيه، حضرتك هتخش تجد تمثال مثلا اول ما تخش في البهو العظيم تجد تماثيل ضخمه، ابرزهم طبعا تمثال الملك رمسيس الثاني اللي كان موجود في باب الحديد، تماثيل مهمه جدا، فده الفرق. ان ده بيستعرض شيء وده بيستعرض شيء مختلف، انما المتحفين بيكملوا بعض وبيكملوا حقبه مهمه جدا. واعتقد زي ما نجحنا في المتحف الحضاره، المتحف المصري احنا قدامنا 1000 سنه، زي ما بنقول كده الهرم هو احد معجزات العالم القديم، ان شاء الله المتحف المصري الكبير هنقول هو احد معجزات العصر الحديث، لان قدامنا 1000 سنه ولا لم يكن مش هنقدر نعمله، مش هنعمل متحف بنفس الحجم ولا بنفس قيمه الاثار اللي موجوده فيه. يكفي فخرا لهذا المتحف انه بيضم اكثر من 5398 قطعه لتوت. اللي مجرد ما تقولي توت مش عايزه تكملي اسمه، خلاص كل الدنيا اعتقد لو رحت استراليا ورحت امريكا ورحت اي دوله في العالم هو براند عالمي في حد ذاته. صحيح. يعني انا مبسوطه جدا بالطاقه اللي حضرتك دايما بتديها لنا لما نيجي نتكلم عن الاثار المصريه، والحقيقه ان ده لازم يبقى شعورنا جميعا لما نيجي نتكلم عن تاريخ بلدنا وحضاره بلدنا العظيمه اللي مهما شفنا في بلاد ثانيه مش هنشوف زيها ابدا. بشكر حضرتك جدا، نورتني النهارده، واتمنى يا رب ان شاء الله نحضر كلنا الاحتفال الكبير باذن الله. يومك سعيد باذن الله. نورني الاستاذ مجدي شاكر خبير الاثري. فقرتنا خلصت لكن حلقتنا لسه ما خلصتش، اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه.